باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة بنعمة ربنا موضوع لطيف وجميل اسمه الروح القدس الشفيع. مين يقول لي آية عن الروح القدس إن وظيفته إن هو شفيع؟ النهاردة ناخد زي مقدمة وبعض من وظائف الروح القدس وازاي احنا نتفاعل مع هذه الصفات عشان نستفيد بعمل الروح القدس في حياتنا. حد فاكر كده آية يقول لي؟ ايوه الله عليك. لا نعلم ما نصلي لأجله لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. في البداية أحبائي الله أعلن عن ذاته أن هو مثلث الأقانيم. كان من السهل جدا على الله أنه يعلن عن ذاته أن هو الله واحد صمد، لكن معنى أنه هو يفصح لنا عن قلبه وعن ذاته هو عاوز يخبرنا بأعماقه وعاوز يكشف لنا ذاته وعاوز يقربنا ليه لدرجة ان هو يخلينا نتحد بيه. ففي مثل لطيف كده قاله لي احد الاحباء حابب اقوله لكم، ان كان يعني طبعا لا ينطبق على الثالوث لكن يقرب الفكرة، يعني ممكن حتى احنا نستفيد بيه او نفيد بيه اولادنا. انتوا عارفين الشمس بتصدر ثلاث انواع من الاشعاعات، حد عارفهم؟ بلغة الفيزياء عشان الناس اللي عندهم فيزياء يوم السبت. لا بلغة الفيزياء في أشعة كده يسموها أشعة تحت الحمراء وأشعة فوق البنفسجية، صح؟ وفي حرارة. الأشعة اللي هي تحت الحمراء دي غير مرئية، لكن محسوسة ليها تأثير، ودي ممكن نرمز بيها لله الآب. احنا ما شفناهوش لكن نشعر بمحبته، يبين لنا محبته. تاني أشعة اللي هي احنا بنشوفها اللي هي النور، دي بترمز لله الابن اللي ظاهر ورأيناه وشاهدناه من خلال النور نسير وهو يوضح لنا الشمس، حتى مش واخدين بالنا ناخد بالنا من نورها. وتالت نوع اللي هو الفوق البنفسجية، ده اللي بيحذروا منه في الصيف، ان ما حدش يقعد في الشمس كتير، ان هي بتعمل ايه، في نوع من الاشعة كده لا هو نور ولا هو حرارة، لكن هو مع مدة معينة بيعمل تفاعلات داخلية في الانسجة يبان تأثيرها بعد فترة. فده بالظبط عامل زي الروح القدس، احنا لا حسينا بيه ولا يعني ملوش حاجة محسوسة ولا ليه حاجة مرئية، لكن ليه حاجة ايه داخلية تبان تأثيرها فينا، يقود الكنيسة كلها ويحرك كل نفس من النفوس اللي بتطيع ربنا وبتؤمن به، وبيقود النفس لمعرفة الآب ولمعرفة الابن، وكل أقنوم بيوصل للأقنومين التانيين. بس الروح القدس هو الروح اللي ربنا سلم له الكنيسة في العهد الجديد، هو الذي يقيم كل الأسرار، هو المسؤول عن ان هو يعزي، هو المسؤول ان هو يعلن الحق ويخبرنا عن المسيح. النهارده هناخد جزء قاله القديس بولس الرسول اللي ارتفع لسماء السماوات وكان يعيش بالروح ويقتاد بالروح، قال لنا كده في رسالته لاهل روميا الاصحاح السابع ايتين جمال، اسف الاصحاح الثامن ايه 26 وايه 27، بيقول ايه؟
وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. نقرأها تاني، وعايزكم تطلعوا كام مفاعل بيعمله الروح القدس. المفروض ان هو بيعمل اربع حاجات بحسب الايتين اللي احنا قرناهم. هقراهم تاني وتعدوا كده ايه الحاجات اللي بيعملها الروح القدس. بيقول: وكذلك الروح ايضا يعين ضعفتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. كم حاجة؟ أربعة. خلينا نركن الأربعة عبال ما نجاوب سؤالين. أول سؤال: مين هو الشفيع اللي بيشفع فينا؟ سيد المسيح ولا الروح القدس؟ سؤال صعب. مين اللي بيشفع فينا؟ السيد المسيح ولا الروح القدس؟ اللي يقول لي يقول لي ليه، او يقول لي ايه الاستناد بتاعه. اقول السيد المسيح شفاعة كفارية. طيب والروح القدس؟ لا، هو الروح القدس زي القديسين توسلية؟ لا، ده الله، هما واحد. ماشي، حد بيقول حاجة ورا؟ الروح القدس بيبكت. ماشي، أنا مش بتكلم على التبكيت، أنا بتكلم على الشفاعة. مين الشفيع؟ السيد المسيح هو الشفيع. ودي جت فين؟ في نفس الرسالة، في نفس الإصحاح، بس في آية متأخرة شوي. يقول كده إيه؟ ده اللي بنقوله في الترنيم: ولأنه قام هو اللي يدين، جلس في السماء عن اليمين يشفع في كل المؤمنين. سبحوه مجدوه. عارفين هالترنيمة كلنا بنرنم؟ الكاتب اللي كتبها كتبها من الآية دي، آية 34. يقول إيه؟ من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. يبقى السيد المسيح هو إيه؟ اللي يشفع فينا. يشفع فينا مش معناه ان هو بيتوسل الى الله الاب عننا زي القديسين، لا، دي شفاعة التوسلية. لا، الشفاعة الكفارية ان هو ايه؟ قدم نفسه لاجلنا، حمل خطايانا، وحمل الموت اللي احنا كنا مفروض نموته، وبررنا، وحول الموت او امات الموت بموته، وادانا حياة، ودانا بره، وكسانا بالخلاص، ودخل بينا الى محضر الاب، الى حضن الاب، وكلنا فيه، كلنا في جسده، وصعد بينا واجلسنا معه، واعطانا قربان لابيه، وبالتالي هو اللي فدانا، هو اللي بيشفع. امال ايه بقى الروح القدس يشفع فينا بانات لا ينطق بها؟ دي معناها ايه؟ هنأجلها برضه. يبقى احنا خدنا اول حاجة الشفيع هو ربنا يسوع المسيح. طيب الروح القدس يشفع في مين؟ يعني هل بيشفع في كل الناس ولا في ناس معينة؟ ايوه، المؤمنين، اي القديسين. ودي ظاهرة من الآية، بيقول كده ايه؟ لانه بحسب مشيئة الله ايه؟ يشفع في القديسين. بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. القديسين دول كل الناس اللي عايشين بالتوبة، مش القديسين الموجودين في السمكسار بس، كل الناس اللي تقدست بدم المسيح، كل الناس اللي بتقدم توبة يومية، كل الناس اللي عشمانة في ربنا ومسكة فيه، دول قديسين عايشين في قداسة، كونوا قديسين، ربنا بيعطيهم القداسة.
بس مش اللي عايشين في خطيه ومستسلمين له، مش اللي رافضين الايمان، دول ايه؟ لا يشفع فيهم الروح القدس. امال يعمل معاهم ايه؟ حاجه واحده بس من كل الحاجات اللي احنا نقولها، هي حاجه واحده بس اللي يعملها معاهم، ان هو ايه؟ يبكتهم بس، ينخصهم زي ما كان بيعمل مع شاول الطرسوسي فقط. لكن كل اللي احنا هنقوله ده، ده استحقاقات حضرتك وحضرتك يلي عايش ليك ايمان وعايش برجاء القيامة وعايش بالتوبة وماسك في الهك وبتقول له ايها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل، هلما تفضل وحل فينا. هم دول بقى ايه؟ اللي يتفضل ويحل فيهم الروح القدس ويقدسهم، يشفع في القديسين. طيب، عارفين في العهد او مش في الطبيعه، معلومه برضو مش كتير يعرفها، تلاقوا الحمامه ما تقفش على مكان فيه اسف قمامه او نفايات، صح؟ تقف على الاماكن النظيفه او تقف على الاماكن العاليه. واحنا عارفين طبعا في العهد الجديد الروح القدس ظهر في العماد في الإبيفانية، ظهر في هيئة جسمية على شكل ايه؟ حمامة. واستقر فين؟ على المسيح. وكأن الله يعلن ان الروح القدس يشفع ويستقر في مين؟ في المسيح، او في المكان الذي ليس به خطيئة. هو يبكت على خطيئة لكن لا يتعامل ولا يتحد بالمكان اللي فيه الخطيئة. وفي العهد القديم حصل نفس الموقف، فاكرين الحمامة بتاعت نوح؟ يقول لك ايه؟ كان يوديها، قال لك عادت لانها لم تجد مستقرا لرجليها، العالم كله فساد، مفيش حتة الحمامة ايه؟ تقف فيها، لغاية لما رجعت. وكان هو نوح الوحيد الذي وجد نعمة في عيني الله، هي دي الحتة اللي الروح القدس ايه؟ كان فيها. بعد كده بقى طارت وما جاتش تاني اعلان عن العهد الجديد اللي الروح القدس هيبقى موجود في كل البشر اللي بتؤمن بالمسيح، والروح القدس بقى ايه؟ يجد مستقر ليه في كل نفس، يهيئها عروس ويهيئها هيكل لروحه القدوس. طيب، نرجع تاني للاربع حاجات اللي احنا قلناهم. احنا النهارده كلمتنا عن الروح القدس الشفيع، يعني يشفع فينا بأنات لا ينطق به. هنا القديس بولس الرسول في روميا 8 قال لنا على أربع حاجات. أول حاجة يعين ضعفتنا، لما قال كده إيه؟ وكذلك الروح أيضا يعين ضعفتنا. كان بيتكلم عن الصبر، وإن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، والروح القدس هو اللي يخلينا نصبر. وبعد كده يقول إيه؟ وكذلك الروح أيضا يعين ضعفتنا. يعني ايه يعين ضعفتنا؟ قديس يوحنا الذهبي الفم شرح الحته دي بحاجه جميله قوي، قال ايه؟ ان ضعفتنا معناها الامور التافهه، الامور اللي قد يستحي الانسان ان هو حتى يذكرها في صلاته، او ينسى الانسان ان هو ايه؟ يذكرها. يعني اسف التشبيه، مثلا يعني مثلا واحد لسه بيحكي لي ومتكلم مع مراته وهو مسافر، وراحت قالت له النور قطع، فراح قفل وقال له يا رب يعني انت عارف الحالة الصحية بتاعت مراتي وبنتي دلوقتي، ممكن يحصل لها مضاعفات، وانت يا رب قادر، ويا ام النور انت تبعتي النور. وصلاة قلبية بسيطة خالص، تافهة خالص، في امور يعني ربنا ضابط الكل وبيحرك سلاطين وبيأسس ممالك وبيعد الملكوت وبيفدي الناس. واحد بيصلي من أجل إيه؟ الكهرباء. رفع التليفون قال لهم أنتوا كويسين ولا أبعت لكم حد؟ النور جه. صلى صلاة فراح ربنا استجاب لصلواته. هي دي يعين ضعفاتنا. ممكن واحد يصلي من أجل الكوتش، صلي من أجل المية السخنة، صلي من أجل الأكل، أي حاجة. يعني قصده إيه؟ الروح القدس يتدخل في حياتك لدرجة ان هو يعين ضعفاتك ويعين ضعف شخصيتك وضعف طبعك
ويعينك في الحاجات اللي انت بتنسى تصلي لها او تتكسف تصلي لها. الروح القدس تلاقيه ملاصق ليك في كل حاجه. كذلك الروح ايضا معناها كذلك ايضا دي معناها ان هو في ايه حاجات كبيره، لكن كمان الروح ايضا بيعين ضعفاتنا، معناها ان ايه ضعفات دي زي ما قال القديس يوحنا زي بيفهم الحاجات الهينه او الحاجات التافهه. ويقول ايه بعد كده؟ يشفع بأنات لا ينطق بها. هنا في الآية دي تفتكروا مين اللي بيئن؟ الإنسان ولا الروح القدس؟ الإنسان. أنا كنت أتخيل يشفع بأنات لا ينطق بها يعني هو الروح القدس بيئن أو يتكلم. لا، هي بيت عايدة هنا إيه؟ على الإنسان. يعني إيه يشفع بأنات لا ينطق بها؟ القديس أغسطينوس شرح الحتة دي وقال إن الروح القدس في لاهوته لا يئن، لكن لا يئن الروح القدس في ذاته مع نفسه في الثالوث القدوس في جوهره الأبدي، إنما يئن فينا. يعني إيه يئن فينا؟ أي يجعلنا نئن، يخلينا إحنا إيه؟ عارفين الأنين؟ عارفين القال المكتومة دي والعميقة اللي طالعة من القلب؟ يخلينا احنا نئن. طب ويه دي حاجة حلوة؟ دي حاجة صعبة؟ هنشوف ازاي دي حاجة حلوة. فبيقول ايه؟ اي يجعلنا نئن، فانه ليس بالامر الهين ان الروح القدس يجعلنا نئن. ليه؟ بيقول اذ يهبنا ان ندرك اننا غرباء نسلك في أرض غربتنا، ويعلمنا أن ننظر نحو وطننا فنئن بشوق شديد. يبقى هو شايفنا ملهيين في العالم، شايفنا بنحب العالم والمقتنيات وبنحب الفلوس وبنحب الشهوات قوي، ومش عارفين نعيش الغربة اللي عاشها أبونا إبراهيم. فاكرين كده في واحد عيط في الكتاب المقدس في سفر أشعياء اسمه حزقية لما عرف ان هو هيموت وهو 39 سنة، فصلى صلاة بالروح، بص للأرض وقال على الأرض دي انا اعيش يا رب بين سكان الفانية. ايه اللي خلى أحاز يدرك ضآلة حجم الأرض وضآلة قيمتها؟ الروح القدس. قد يا أحبائي اللي نكون مش مشغولين بالأبدية، السماء مش واضحة لينا، مع أننا كل يوم في القداس ونقول وننتظر قيامة الأموات ونلحنها، وإحنا ولا بننتظر ولا في دماغنا الموضوع خالص. إحنا بننتظر الفطار، ننتظر هنسافر إمتى والشنط هنعملها إمتى الكلام ده في ناس. فالروح القدس هنا يشفع فينا بأنات لا ينطق به، معناه ان هو ايه؟ يحط فينا اشواق للسماء، يخلينا نئن مش نتالم، نئن يعني ما نطلبش حاجه من الدنيا، يرخص الدنيا في عينينا، يشوقنا للابديه، يفتح عينينا على السماء، يعطينا ان احنا ياتينا روح الحكمه والاعلان في معرفته فنعرف ما هو رجاء الدعوه التي دعينا اليها. ايه اللي ربنا هيئه او اعده لينا؟ دي تاني نقطه يعملها الروح القدس. ثالث نقطة ان هو يفحص القلوب. يقول كده ايه؟ ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. جميلة اول حتة دي، تركزوا معايا فيها. ثالث حاجة الروح القدس بيعملها ان هو مش بس يعين ضعفاتنا ويشفع فينا، يفحص قلوبنا. يعني ايه يفحص قلوبنا؟ زي بالظبط واحد مش عارف ان عنده سكر، مش عارف ان عنده الدهون عالية مثلا، مش عارف ان عنده انسداد في الشرايين. يحصل بيعرف ازاي؟ يعمل اشعة، يعمل تحليل، يعمل اسمها ايه؟ فحوصات. فالروح القدس يفحص القلب. القلب هنا معناه بقى ايه؟ مركز ارادة الانسان، اللي هو المحصلة بتاعت أفكار الإنسان ومشاعره وتوجهاته والحاجات المترسخة في ذهنه وفي تربيته والحاجات اللي ناوي يعملها. ده
ربنا يسوع المسيح دايما بيوصف المركز بتاع الإنسان ده بالقلب. فهنا بقى الروح القدس هو القادر ان هو ايه يفحص القلب. ده اللي قال عنه سفر الرؤيا ان هو فاحص القلوب والكلها. فاحص القلوب والكلها. ده اللي قال داود النبي كده، اختبرني الله واعرف قلبي وامتحني واعرف داخلي ان كان في طريق ردي وانظر. هي دي بقى ايه السونار الالهي او الاكس راي الالهي، يفحص القلوب. مش ساعات احنا منبقاش عارفين احنا متضايقين من ايه، مش ساعات احنا منبقى مش عارفين احنا عايزين ايه. تقول لواحده خايفه من السماء، طب انت عايزه ايه؟ مش عارفه. طب انت ايه اللي مضايقك؟ مش عارفه. مين بقى اللي يعرف يشخص؟ الروح القدس. يعمل ايه؟ يفحص القلوب ويكشف ويعرف ويعرف الانسان. الشاب الغني ما كانش عارف ان عنده محبه مال، ربنا نظر له نظره روحيه وكشف له. فالروح القدس يفحص القلوب. يقول كده ايه قديس بولس في كورنثوس الاولى 3، لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. طب يعني ايه يفحص؟ يعني بطريقه عمليه بيعمل ايه؟ تيجوا كده لما الواحد يصلي، احنا بنتكلم عن القديسين مش بنتكلم عن الناس اللي عايشين في الجسد، اللي عايشين في خطيه، اللي مش عايزين يصلوا او مش عايزين يتوبوا، دول الروح القدس ايه بيبكتهم فقط مش بيفحص. هو بيفحص لكن مش بيخبرهم باللي فحصه. احنا بنتكلم بقى عن الناس اللي ليها الرجاء ده، الناس اللي بتطلب الروح، تقول له ايها الملك السماء المعزي روح الحق. يعمل ايه لما الروح يلاقي انسان بيصلي وقلبه مفتوح ناحيه ربنا؟ اول حاجه يروح ايه يقنعنا بالفكر. طب انت في بدايه الصلاه تقول له يا رب انا زعلان، تقول له يا رب انت نسيتني والى متى يا رب تنساني الى الانقضاء حتى متى تحجب وجهك عني. تلاقوا داود ساعات يبدا بدايه غريبه كده، يروح ربنا يقول له هل تنسى الام رضعها فلا ترحم ابنها حتى ولا ينساني وانا لا انساك. يقول له حتى الاباء الجسديون يعرفون ان يعطوا اولادهم عطايا جيده، فما كان بالحري ابوكم السماوي يعلم ما تطلبوه ما تحتاجوه قبل ان تطلبوه. يروح يديني ايه فكره يجدد ذهني، فيروح زي ما قال ارميا كده اقنعتني يا رب فايه فاقتنعت. يفحص قلبي ويعرف الافكار اللي جوايا ويبدا يتحاور معايا ويفهمني. بس كده لا، يفحص القلب يعمل حاجه تاني، ان هو ايه يدينا مشاعر تجاه الله، يخلينا واحنا في نفس الصلاه بدل ما كنا داخلين زعلانين نطلع سايبينها على ربنا، داخلين بنطلب حاجه معينه نطلع نقوله لتكن مشيئتك لا مشيئتي، نطلع ندخل متذمرين نطلع نقول له نشكرك يا رب لانك فعلت، صمدت لافتح فاي. طب ايه اللي حصل؟ مش بس اقناع، ده كمان ايه مشاعر محبه تجاه ربنا تخليك مديون له وبتشكره وبتعظم صنيعه معاك. وده اللي قاله القديس بولس الرسول في رساله روميا 5:5 عشان ما تنسوهاش، وكلكم حافظين الايه دي. يقول ايه؟ لان محبه الله ايه انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يا سلام. يبقى وانت واقف يفحص قلبك ويقنعك، ومش بس يسيبك كده مقتنع لكن متألم، ده يخليك ايه بقى هو اسمه معزي. ازاي؟ يبين لك محبة ربنا انسكبت اتدلقت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. بدي تالت حاجة، يفحص القلوب. وبعد كده ايه يقول لك يعلم ما هو اهتمام الروح. يعلم ما هو اهتمام الروح. يعني ايه؟
يعني يفحص القلوب، لأن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. إيه الفرق بين يفحص ويعلم؟ هنا يفحص ويعلم مرتبطين ببعض، يكشف لك أنت عايز إيه، ويكشف لك ربنا عاوز إيه، ويخلي المشيئة بتاعتك تتوافق مع مشيئة الروح القدس في حياتك، اللي هي مشيئة الله. فالصلاة يا أحبائي للناس القديسين مش بتغير مشيئة ربنا، لكن بتخليني أنا اللي أتغير وأتوافق بمشيئتي مع مشيئة ربنا، بتخليني أنا أكتشف مشيئة ربنا في حياتي، بتخليني أنا أدخل ضمن الخطة الإلهية بدون نشاز وبدون لخبطة. في حاجات كتير هنقولها عناوين، بس دول أربع حاجات اللي خاصين بالروح القدس الشفيع، دول لو طلعنا بيهم هبقى مبسوط جدا. أول حاجة يعمل إيه؟ يعين ضعفتنا. تاني حاجة يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. تالت حاجة يفحص القلوب، يعلم اهتمام الروح. قصة جميلة على حتة يفحص القلوب يعلم اهتمام الروح. واحد اسمه أحاز، جت قصته في أشعياء 7، ده كان ملك إسرائيل، وحصل تهديد في أيامه من ملك أرام، لا مش سنحريب، ده حزقية. أحاز اتهدد، بدل ما يلجأ لربنا ويصلي زي ما عمل حزقية وراح طلع العلية وفرد المنشور بتاع سنحريب وقال له يرضيك يا رب، لا ده راح التجأ لملك أشور. ربنا شايفه متورط وشايفه خايف وشايفه مرعوب، راح بعت له أشعية، قال له يا أشعية روح قول لأحاز ما يخافش، لا يضعف قلبك، أرام واللي بيضايقوك دول عاملين زي فتيلتين مدخنتين، ما لهمش ذنب، أنا أقدر أهدهم لك، أنت بس قول لي عاوز إيه. فراح أشعية لأحاز وقال له إيه، أطلب من السيد الرب آية، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فراح قال له إني لا أجرب الرب. تقي قوي، خد من سفر التثنية بتاعت لا تجرب الرب إلهك، وقال إني إيه لا أجرب. بس هو كان قصده إني لا أجرب الرب، ولا كان قصده إن هو مش مؤمن بربنا؟ مش مؤمن بربنا، عشان كده ربنا قال له إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا في الحتة دي. وربنا فحص قلبه وعرف ان في قلبه خوف، وعرف ان في قلبه شك، وعرف ان في قلبه تذمر على ربنا وعدم فهم، فقال له عمق طلبك، انت عايز تخلص من الاعداء دول ازاي؟ ما انت عندك يا موسى، فاكر لما الارض اتفتحت وخدت قرح ودسان وابرام؟ خلي طلبك عمقه، عمق طلبك. طب بلاش يا عم، مش فاكر يشوع بعد موسى ايه اللي حصل لما في حجارة برد من السماء نزلت على الاعداء من غير ما هم يحاربوا خالص وخلصتهم من الاعداء؟ رفع طلبك الى فوق. هو عمال يشده لمشيئة ايه ربنا، لكن هو ايه بيرفض، مش عايز يتجاوب اني لا اجرب الرب. ممكن ترجعوا لها القصة دي في أشعياء 7، قصة جميلة. بس أنا عايز أطلع منها حتة إيه، يفحص القلوب ويعلم ما هو اهتمام الروح، يكشف لك أنت عاوز إيه، ويكشف لك هو يقدر يعمل إيه أو هو عاوز إيه. والمفروض أن أنت بقى إيه تطلع تقول له أمين يا رب لتكن مشيئتك، ده اللي فاهم. هل لو عمل آخر غير الأربع حاجات دي؟ إيه كتير خالص، هقول لكم عناوين. إحنا المفروض يعني نخلص دلوقتي، هقول لكم حاجة تانية في دقيقة. يسمي الروح القدس الكتاب المقدس أو المسيح يسميه روح الحق في يوحنا 16، يقول لك إيه المعزي روح الحق، وفي آية 14 في نفس الصحيح يقول كده ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. يعني إيه روح الحق؟ مين الحق؟ السيد المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو طريق والحق والحياة.
روح الحق يعني روح المسيح، يعني هو يقودك لسيد المسيح. عارفين في القصة بتاعت العهد القديم لما إبراهيم جاب إليعازر الدمشقي وقال له حط إيدك على فخذي علامة العهد، عشان لو أنت ما عملتش اللي أنت عاوز ده كل الثمر اللي أنت عملته ده هيتلاقيه في نسلك. حط إيدك على فخذي وقول لي إنك أنت هتجيب بنت من أهلي لابني إسحاق. أنا مش عايز من بنات حس اللي أنا عايش فيهم دول، دول كلهم صوتهم عالي وفجور وزنة، أنا هات لي واحدة من أهلي. قال له حاضر. راح وهو في السكة بيقول له يا رب ارشد عبدك أعمل إيه؟ العذر الأشقر كان بيرمز للروح القدس، وأبونا إبراهيم بيرمز لله الأب، وإسحاق بيرمز لله الابن. و رفقة اللي خدها بترمز لكل نفس بشرية، ياخدها الروح القدس ويخطبها مين؟ للمسيح. فحط علامة ان اللي تسقيني وتسقي الجمال واحدة بقى شغلتية وبتتعب وخدومة، وراح قال له يا رب رتب لي الأمور. راح دخل بيتهم وراح بقى ايه لبسها خزامة في أنفها وإسورة في إيديها وأقراط ذهب، وهم انبهروا أما الخدام معاه الذهب ده كله أما سيدهم عنده ايه، وراح قال له أنا عايز أخدها. قال له نسألها، راح قالت له موافقة، ودي كانت أول مرة تحصل إن واحدة تتخطب لواحد متعرفوش. فالمهم إن هو راح خدها ومشيوا في السفر كم شهر؟ 4 شهور يرافق إليعازر عروس المسيح أو رفقة لعروس سيد إسحاق. وهو في السفر مطر وحر وصحراء وبرية، لكن إيه اللي كان مهون الرحلة دي على رفقة؟ الحديث بتاع إليعازر عن سيده إسحاق. يقول لها ما تفهم، عايز أقولك سيد إسحاق ده أبوه بيحبه قد إيه، ما تتخيليش شكله قد إيه أمور، شعره أصفر وعينه خضرة، أنت مش عارفة إن الراجل ده كان ربنا طلب من أبوه إن هو يذبحه. قلت له إيه ده؟ لا بس استني انت بتشوفي بقى، ده 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 سيد الارض كلها، ده عنده اراضي ما تتعدش، ده سيدي ده عنده 318 عبد بيخدموه، ده سيدي ده امه بتعبده عباده وبتحبه، ده ابن المواعيد، ده ربنا اتكلم عنه كتير خالص لابونا ابراهيم وقال له في نسله تتبارك جميع قبائل الارض. كل الحديث الجميل ده هو اللي خلى ايه؟ رفقة متحمسة وفرحانة وهون عليها ايه؟ السكة بتاعت السفر. ده بالظبط اللي يعمله الروح القدس في غربة ايام حياتك في السفر، يخبرك بفضائل الذي دعاك من الظلمة الى نور العجيب، يخبرك بمجد وغنى المسيح الذي لا يستقصى، يخبرك بالميراث اللي ليك، يخبرك بحب الله، ويخبرك بالمواعيد، يفهمك كلامه ويعلن ليك الأسرار، ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعد الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا بروحه القدوس. ده وظيفة الروح، يأخذ مما لي وإيه ويخبركم. دي ممكن نضيفها. تخيل بقى الروح القدس ده في قلبك، ربنا قال كده العالم لا يستطيع أن يقبله لأنه لا يعرفه، ولكنه إيه؟ ماكس عندكم، مش بس ماكس عندكم وإيه؟ ويكون فيكم. طب إيه اللي أنت مطلوب منك؟ حاجات كتير. ادعي الروح، لا تطفئ الروح، لا تحزن الروح، لا تذكره بالخمر الذي في خلاعه، ولا تحزنه الروح القدوس. ربنا بيقول لك أنا جنبك، أنا ساكن فيك. ربنا بيقول لك أنا مستعد أعين ضعفاتك، حتى الحاجات التافهة، حتى الحاجات البسيطة. صدقوني أحبائي، لما أبقى مثلا في القداس ومش عايز أتكلم، وأبقى عايز أتكلم مع حد أقول له حاجة يعملها، أقول له يا رب نبه فلان يعمل الحاجة الفلانية، خلي يا رب فلان ياخد باله، صدقوني تلاقيه ياخد باله من غير ما حد يقول له. أبسط الحاجات.
وانت في الامتحانات قول له يا رب انا ذاكرت الحته دي ونسيها، يا رب من فضلك فكرني. صدقوني وانا في الاعترافات او انا في التحضير اقول له يا رب انا نفسي افتكر الحاجه دي عشان اعرف ادور عليه. الروح القدس يعين الضعفات، واذا كان بيعين الضعفات يبقى اصلا هو بيعمل حاجات الكبير. احنا خدنا 5 حاجات النهارده بيعملهم الروح القدس ببساطه. تقول له يا روح الله تعالى، يروح يجي زي الطفل البسيط اللي ايه اللي بيسمع صوت ابوه، لانه الروح بسيط، بس المهم ان هو ايه بيشفع في مين؟ في القديسين، في الاطهار زي الحمام. يعين ضعفاتنا، ها الثانيه، يشفع فينا، يفحص القلوب، يعلم ما هو اهتمام الروح، ياخذ مما ليه ويخبركم. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.